لمزيد من النقاش حول الهجمات التي تعرضت لها مواقع حيوية عسكرية في إيران وتحديدا في أصفهان، ينضم إلينا عبر سكايب من بروكسل الكاتب السياسي الأحوازي أحمد مطير. مرحبا بك معنا. مرحبا أستاذ الكريم، حياك الله. نشير أولا إلى ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال من أن الهجوم على إيران نفذته إسرائيل وليس أحد غير إسرائيل كما قالت الصحيفة بطبيعة الحال، لكن إيران تحاول دائما خلط الأوراق ولا توجه تهمة لطرف بعينه، لماذا باعتقادك؟ نعرف تماما أنه منذ مجيء الخميني قبل 44 سنة إيران رفعت هتاف الموت لإسرائيل ومحاربة إسرائيل، واستطاعت من خلال هذا الشعار تخدع الكثير من الشعوب داخل المنطقة العربية، وحتى بهذه الطريقة أصلا استطاعت أن تحتل أراضي هذه الشعوب. فإذا ما أرادت أن تتهم إسرائيل بشكل مباشر بهذه الضربات، بكل تأكيد عليها أن ترد أيضا بشكل مباشر، بما أنها دائما هددت إسرائيل بالمحو من الوجود. ولكن نعرف تماما يعني خاصة أن هذه الضربات كشفت يعني أكاذيب إيران حيث القوة، لأنه بما أن إيران لن تستطيع أن ترد على إسرائيل، لأنها تعرف تماما إذا ما أرادت الرد على إسرائيل بكل تأكيد سوف توجه لها ضربات غاسية وضربات مهلكة سوف تنهيها إلى الأبد، لأنه في هناك الكثير من الدول، إن كانت في الدول الغربية وإن كانت أمريكا وبالتحديد إسرائيل نفسها، يعني تنتظر اللحظة للتخلص من النظام الحالي. نعم. طيب أستاذ أحمد، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أكد في تصريح سابق أن إسرائيل إذا ما أرسلت مسيرات لإيران ستفشل، وأن حراس إيران يحمون حدودها، لكن ما جرى في أصفهان يؤكد عكس ذلك. إيران دائما عرفتنا وعلمتنا بالأكاذيب الإعلامية، وحاولت دائما تستغل الإعلام فقط من أجل خداع الآخرين، ولكن إذا ما راجعنا وكما ذكرتم في تقريركم أنه إسرائيل هاجمت الكثير من المواقع الإيرانية إن كانت داخل إيران وإن كانت في سوريا، هناك العشرات من الهجمات الإسرائيلية التي ضربت المواقع الإيرانية داخل إسرائيل، وبالواقع كلفت إيران الكثير من الخسائر إن كانت بالروح وإن كانت الخسائر المادية أيضا. فإيران لا تريد أن تعترف كما ذكرت سلفا أنه لا تريد أن تعترف بالضربات الإسرائيلية، لأنها لا تستطيع الرد على الضربات الإسرائيلية ولا تستطيع أن تهاجم إسرائيل، حاولت دائما أن تستقل بالواقع حلفائها أو التنظيمات التابعة لها داخل المنطقة، لكنها اليوم في مأزق كبير خاصة بما تواجهه من أزمات بالداخل، من الثورة التي مشتعلة منذ 4 شهور ولغاية الآن، وأيضا الأحداث الجارية داخل المنطقة، بكل تأكيد سوف يعني بشكل بآخر هي تضغط على السلطات الإيرانية وتمنع السلطات الإيرانية من الرد ومن المواجهة مع إسرائيل بشكل مباشر. هذا ما تفضلت به أخيرا ينقلنا ذكر ما ذكرته أو أشارت إليه إندبندنت عربية من أن الصراع بين إسرائيل وإيران مباح فيه كل شيء إلا المواجهة الحقيقية والحرب الحقيقية. إذن بماذا تواجه إيران إسرائيل إذا لم تواجهها بالصراع أو بالمواجهة الحقيقية؟ احنا يعني لننظر الى الواقع، يعني منذ مجيء الخميني حتى الان، اذا ما نظرنا حتى قبل الخميني يعني نجد انه في هناك مواجهات كثيره حصلت مع اسرائيل، المواجهات العربيه الاسرائيليه، ولكن منذ مجيء الخميني اصبحت هذه المواجهات فقط هتافات لا اكثر، ولا نجد اي مواجهه حقيقيه منذ ذلك الحين لحد الان. بالنهايه ايران بالواقع يعني كخدمه خدمت اسرائيل بشكل كبير، لانه انهت تلك الدول العربيه التي كانت في المقدمه لمواجهه اسرائيل. ولكن اليوم بعد 44 سنه نجد انه ذيك الحاجه الاسرائيليه او حتى الامريكيه للنظام الايراني اصبحت منتهيه، واصبح التخلص من النظام الايراني باب قوسين، لانه النظام الايراني اصبح يعاني كثيرا ولا يستطيع ان ينفذ ما يطلبه منه الغرب او حتى اسرائيل كما كان سابقا،
لان كما ذكرت انه السلطات الايرانيه خدمت المصالح الغربيه والمصالح الامريكيه اللي هي بالواقع تخدم المصالح الاسرائيليه داخل المنطقه بشكل كبير، لانها انهت التهديدات التي كانت موجهه لاسرائيل بشكل كبير، وهذا ما كانت تريده. والان بما ان هذه التهديدات تخلصت من عتق اسرائيل وجهت هذه الضربات لايران، ايران حتى واذا حاولت ان يعني تواجه اسرائيل، تحاول ان تواجه اسرائيل عن طريق المرتزقه التي تمتلكهم داخل المنطقه، ان كان في سوريا، ان كان في العراق، وان كان في لبنان. ولكن يعني التجارب اثبتت ان هذه التنظيمات ايضا، بما ان ايران هي تمر بضعف خاصه بالمرحله الحاليه، لا تستطيع ان تتحرك بشكل المطلوب، لا بل انما اصبحت ايضا هي الاخرى ضعيفه، بما ان النظام الايراني ضعيف. حتى انها لا تستطيع ان تتحرك من خلال ميليشياتها المنتشره في اكثر من مكان. حتى من طريق الميليشيات التي يعني تمتلكها والتي يعني تمولها، لا تستطيع ان تتحرك بسبب ان هي تمر بضعف نفسها، لانه المشاكل التي تواجهها، ذكرت انه بالداخل هناك مشاكل كثيره خاصه المشاكل الاقتصاديه، وايضا لا تستطيع ان تدعم هذه الميليشيات، لان بالماضي عندما كان اقتصادها نوعا ما غوي كانت لربما تستطيع ان تدعمها، لربما تستطيع ان تخدم مشاريعها، وفي الحالي تعاني كثيرا، بما انها تعاني فانها بكل تاكيد لا تستطيع ان ايضا تحرك هذه الميليشيات لصالحها لمواجهه اسرائيل. نعم. طيب، يعتقد ان امريكا ضعفت قبضتها في المنطقه، وبالتالي فتحت الباب لإسرائيل إلى اتخاذ قرارات المواجهة المباشرة مع إيران، وإسرائيل يعني تحسب خطواتها جيدا كما تعرفون أستاذ أحمد. يعني أمام هذه الحالة من الضربات الإسرائيلية لأهداف إيرانية داخل إيران، ولأهداف إيرانية في سوريا على سبيل المثال وفي أماكن أخرى، وعدم مقدرة إيران على الرد بشكل مباشر وبشكل واضح قد يعني يجعل إسرائيل تفكر مستقبلا بعدم ضربها مجددا، كيف ستبدو الحالة؟ كيف ستستمر هذه الحالة، وخاصة في ظل وجود شعارات عالية السقف ترفعها إيران؟ ممكن أختلف مع هذا السيناريو، لأنه بما أن إسرائيل بدأت بضرب المواقع الإيرانية العسكرية بالذات، إذا ما رجعنا أيضا كتجربة نجد انه اسرائيل يعني النظام العراقي السابق ايضا بدات مع النظام العراقي السابق بهذه الطريقه، بضرب بعض الاماكن وبعض المنشات الاقتصاديه، وهناك الكثير من العمليات التي تمت على الاراضي العراقيه من هذا النوع، فنجد الان ايضا نفس التجربه ونفس الطريقه تحاول ان تستغلها اسرائيل، وذلك لتضعيف ايران. اذا ما نظرنا وما شاهدنا الاماكن التي ضربت هي الأماكن لصناعة الصواريخ الباليستية وأيضا لصناعة الطائرات الموجهة، فهذه السلاحين هن من أهم الأسلحة التي تمتلكها إيران، وبما أن تم ضربها بكل تأكيد سوف تعاني إيران كثيرا في المستقبل، لذا سوف نجد الكثير من هكذا طلعات وهكذا هجمات لمنشآت نعم. إيرانية، وسوف تزيد، لأنه لا ننسى أيضا كخبر أنه قبل ساعات قليلة أيضا في هناك كانت استهدافات لبعض المنشآت الأمنية الإيرانية أو العسكرية الإيرانية، يعني ليس واضحة لحد الآن الأخبار، ولكن في مدينة الغنيطرة أو دسمول كما يسميها الاحتلال الإيراني شمال الأحواز، هناك أيضا كانت استهدافات لبعض المناطق، أيضا في هناك انفجارات أخرى حصلت في إيران خلال ليلة البارحة، ولكن الأخبار لحد الآن لن تؤكد. شكرا لك سيد أحمد مطير، الكاتب السياسي الأحوازي من بروكسل، شكرا لك.